مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من عاصمة تركيا أنقرة من ساحة أولوس. في عكس المدن الأخرى، المدن المنكوبة التي تواجدين في الجنوب التركي في الحدود السورية، فالحياة هنا جد طبيعية. السياح كيتواجدوا بكثرة، ولو أن العاصمة، لأن المدينة المفضلة للسياح هي مدينة إسطنبول، ولكن هنا الآن كنتكلموا على مدينة أنقرة اللي الأمور فيها جد عادية. صحيح أن السكان هنا كيقولوا بأن الهزات الأرضية شيء عادي جدا عندهم، لأنهم دائما ما كيحسوا بالهزات الأرضية، ولكن ما كتوصلش درجات الزلزال. هذا المكان من أشهر الأماكن هنا في العاصمة أنقرة، ساحة أولوس. يعني فرق كبير ما بين المدن المنكوبة، المدن المحطمة، المدن اللي ما بقى فيها ولا شيء يذكر، فقط اسم كانت هناك مدينة وكانت هناك حياة وكان هناك سكان ومواطنون. فمنذ وصولنا لتركيا فبقينا فقط في المطار، مطار اسطنبول، لمدة 5 ساعات من أجل طائرة أخرى اللي غتنقلنا لمدينة أدنا. من هناك توجهنا بالسيارة لمدة تقريبا 5 ساعات، ربما أزيد من 8000 كيلومتر اللي قطعنا من مدينة الدار البيضاء إلى هنا أو ما يزيد. فكانت الرحلة بالليل، ما تمكناش أننا نشوفوا المدن التركية اللي كتعيش الحياة العادية، يعني فقط كنا عندنا رحلات فقط يعني غير بالليل. للأسف الأسماء ما كنعقلش عليهم، فقط هي المدن اللي معروفة في ولاية هاتاي أنطاكيا. هذو كلهم مدن اللي تدمروا بشكل كامل، رائحة الجثث من بعثة من كل مكان. فقط الجيش التركي والدرك ورجال الأمن هم المتواجدون في هذه المدن المنكوبة، لأن وقعت أمور للأسف ما كنتش واحد كيتمناها، ولكن كيتمناها واحد الناس اللي هما عصابات اللي كيسرقوا الأموال ديال المواطنين. ولو أن هناك وفيات داخل الشقق وبأن العمارات أيضا السقوط، ولكن ما منعهمش هادشي أنهم ما يدخلوش لهاد الشقق، فدخلوا وسرقوا أموال والوثائق الرسمية ديال المواطنين، منهم كذلك مغاربة. فهنا الحياة جد هادية كما هناك في اسطنبول. هذوما المدن اللي كيتوجهوا لهم السياح بشكل كبير. فقط نخبركم انا على ما وقع يعني في المدن المنكوبة، فأمور فظيعة جدا. انتم كتشاهدوا فقط مباشر عبر التلفاز او عبر الهاتف، ولكن فرق ما بين المشاهدة المباشرة يعني من عين المكان وفرق ما بين تشاهد الحدث عبر الهاتف او التلفاز، لان داكشي اللي شاهدنا فيستحيل انك تقدر تلقى لي واحد الوصف. الحرب وما غاديش يوقع فيها الدمار اللي وقع في المدن الجنوبية في ولاية هاتاي، فجميع المنازل او العمارات كلها مهدمة، الوفيات هناك تحت الأنقاض وكذلك داخل الشقق.
نقدر نقول لكم بان الرقم اللي كاين الان تقريبا 40,000 وفاة، ولكن نقدر نقول لكم بان الاضعاف ديال هذا الرقم باقي ما تعلنش عليها من طرف السلطات التركية، لان هناك موتى داخل المنازل ديالهم وهناك موتى تحت الانقاض. لان كاين الناس اللي رابوا عليهم الديور والعمارات، وكاين الناس اللي رابوا عليهم الديور وسط ديورهم، ولكن المنزل ما انهارش بالكامل او العماره ما انهارتش بالكامل، فقط الوفيات كاينين ومنهم كذلك مغاربه. هناك من المغاربه اللي كيتواجدوا في السجون لانهم كيتواجدوا بطريقه غير قانونيه وهنا في تركيا. فهنا الامور كيف قلت بان جد عاديا. المشكل اللي لقيناه هنا في تركيا هو اللغه. اللغه التركيه هي اللغه الوحيده اللي كيتكلموا بها اصحاب هذه الارض، يعني لغتهم. كتكلم معاه بالفرنسيه ما يفهمكش، تكلمتي معاه بالانجلي ما يفهمكش. ضروري ما كيكون معك واحد الشخص من المقيمين. وكنشكر واحد الصديق ابن الوطن العزيز المغرب، واحد المغربي كيتواجد هنا في انقره اللي كان كيسر لنا الامور، يعني في الترجمه، يعني حتى في المطار فاش كتبغي تسول على شي حاجه ما كاين اللي غادي يجاوبك الا ما عندكش اللغه التركيه فهي تستحيل. اذا خاصك تعتمد على شي ابليكاسيون ديال تراديكسيون هي اللي غادي تفك لك المشكل. جينا هنا لقينا واحد المشكل اخر، واحد الكارثه اخرى كيعيشوا فيها المغاربه للاسف او المغربيات، لان كثر القيل والقال علاش السفاره ما دخلاتش، علاش المغرب ما دخلش. الامور صعيبه وصعيبه جدا. نعطيكم شنو واقع، وان كيجيو ناس كيجيو فيزا توريست كيجيو هنا كتسالي داك الفيزا كيحرق، كيبقى مخالف، هما كيسميوه مخالف، مخالف هي حارق. اذا ما مسجلش في السفاره المغربيه، السفاره المغربيه ما كتعرفكش واش انت كاين هنا ولا ما كاينش. فهنا كاين واحد العدد كبير ديال المغاربه، منهم مغربيات بالاخص، كيجيو باش كيبغيو يتزوجوا. فالاقامه هنا ما بقاش كتعطى، فاش كيجيو يتزوجوا كيتزوجوا فقط بالفاتحه، وهما مخالفين، هما حارقين، والفاتحه هنا غير معترف بها كيف المغرب، يعني ماشي وثيقه رسميه معترف بها، كتبقى الفاتحه هي الفاتحه، حنا ماشي في العصور الحجريه، الفاتحه، ولكن ضروري كيكون واحد العقد ديال الزواج في المغرب ولا هنا في تركيا. فالمهم ان خاصك تكون واحد مسجل في السفاره المغربيه. وقع الزلزال، قلت بان كثر القيل والقال بان السفاره ما تحركاتش، هادي ما هادي ما هادي، جينا نسولو ونعرفو شنو كاين، لقينا بان السفاره بنفسها هي ما عندهاش واحد ما عندهاش واحد اللائحه ديال المغاربه اللي كاينين هنا في تركيا. عدد قليل اللي مسرح بنفسه اللي مسجل في السفاره المغربيه. ملي وقع الزلزال هذا هو المشكل اللي وقعوا فيه، اللي طاحوا فيه. تركيا كبلد وقعت مشكل، يعني باش غادي يعرفوا العدد ديال المغاربه فين ساكنين، ما عارفين حتى شي حاجه. هنا فين وقعت الكارثه، هنا فين تأزمت الوضعيه، كاينين مغاربه اللي توفوا ودفنوا بطريقه مجهوله، لان ما كاينش شي حاجه كتثبت بانه مغربي، ما مصرحينش به، ما عارفينش فين ساكن، ما عارفين حتى حاجه عليه. فاحنا كنتواجدوا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، كنتواجدوا في قطر في انتظار وصول الوقت ديال الطائره اللي غادي ننتقلوا مره اخرى لمدينه اسطنبول، لان هناك مغربيات ناس بلادنا اللي محتاجين انهم يتكلموا ويوصلوا المعاناه ديالهم ويحكيوا على المشاكل اللي كيعيشوا هنا، ويحكيوا لنا كذلك يعني على الزلزال اللي كان في المدن الجنوبيه، المدن اللي كانوا كيعيشوا فيها، لان ضاعوا لهم جميع الوثائق الرسميه ديالهم، فباغيين تدخل ديال السفاره المغربيه. حنا كيف قلت باننا غادي نتوجهوا لاسطنبول، حنا فقط في انتظار ووصول الوقت، لان الطائرات غير متوفره الان فقط بالليل، اذا غادي نتعطلوا بواحد 6 ساعات على اسطنبول.
إذا تكلمنا على تركيا فتركيا بلد جميل، بلد متقدم، البلد خدم نفسه بمسؤولين كيحبوا البلد ديالهم، النظافة في كل مكان، البنية التحتية مهمة جدا، السياحة الناس خدموها لأن الأتراك بنفسهم كيصرفوا بواحد السياسة قامت بها الدولة التركية، هو الترويج ديال السياحة أو الأماكن السياحية في البلد ديالهم عبر الأفلام. وانتم كتعرفوا بأن هناك في المغرب القنوات العمومية اللي كيشريو أفلام تركية مسلسلات وكيروجوهم، يعني فيهم واحد 500 حلقة. هذوك الأفلام مصورين في أماكن جميلة، فكانوا ناس ومنهم احنا كذلك ما كناش كنعرفوا تركيا شنو فيها، فبسبب دوك الافلام شفنا تركيا كيف عامله. كل مره كيديوك المدينه، كل مره كيديوك واحد المكان جميل، كيعطيوك واحد الصوره جميله على البلاد ديالهم. هذا الشيء اللي خلات ان الناس منهم المغاربه انهم يفكروا يجوا يزوروا ويكتشفوا واش تركيا بصح بهذا الشكل. الناس خدموا البلاد ديالهم بطريقه احترافيه. هنا في او هناك في المغرب للاسف المسؤولين على وزاره السياحه فمتاخرين بواحد السنوات ضوئيه، ما عايشينش معنا في هذا العالم، ما عارفينش شنو واقع، ما كياخذوش التجارب من بلدان اخرى سبقتنا. فعلى سبيل المثال الوصول للمنتخب الوطني لنصف نهائي كاس العالم، المغرب داول بشكل كبير عبر الالسنه اللي ما كانش كيعرف المغرب، فاصبح ان كيعرف المغرب يعني بسبب جوجل، يعني كلشي كيطابي مروكو ماروك مرويكوس المغرب. فالناس فكانوا بعض المؤثرين اللي كينتميو لدول اخرى فكيجيو كيديروا ديفلوج، كيعرفوا بالسياحه المغربيه، كيعرفوا بالمغرب. فالمسؤولين ديال وزاره السياحه كيعتمدوا فقط على الاشارات، هذوك الاشارات راه قدامو، الناس راه تطوروا وزادوا قدام الاشاره عبر التلفازه او الوكالات، فما بقاش واكل. اللي كاين الان هو ان خاص المسؤولين ديال السياحه في المغرب انهم يعتمدوا على هذوك المؤثرين اللي معروفين في جميع الدول، ما فيها باس انك تجمعهم ودير واحد الشراكه وزاره السياحه مع هاد المؤثرين، اللي كل واحد راه كتلقى واحد عنده في الصفحه ديالو 30 مليون 50 مليون. فلا جا المغرب ومشى يعني غير المدن الساحليه ودار فيديوهات، فربما غادي يروجوا بشكل كبير على الاماكن الجميله اللي عندنا في المغرب. الطريقه باش كيعتمدوا او باش كيشتغلوا وزاره السياحه فهي جد متاخره، فخاصهم يستغلوا وصول نصف المنتخب لنصف نهائي كاس العالم، خاصهم يستغلوا احسن استغلال. كيف قلت بان كانوا مؤثرين من بعد كاس العالم، جاوا المغرب عملوا فلوغات، هذا هو المغرب، هذه هي مراكش، هذه هي طنجه، هذه الحمد لله عندنا في المغرب اماكن سياحيه فقط خاص من يروجها. فمثلا شخص كيعيش مثلا في السويد عنده واحد 20 مليون ابوني، إلا شافوا هذوك 20 مليون راه مزيان، كل مرة غتحط فيديو، واحد عندك في السنغال، واحد عندك في قندهار، كل واحد من البلاد، يعني تختاروا هذوك المؤثرين المعروفين اللي قدروا أنهم يوصلوا للسياحة المغربية للبلد ديالهم، يعني هذوك الناس يعرفوا أشنو كاين في المغرب. عكس وكذلك هناك بعض الأماكن اللي هي مهملة ما مسوقينش ليها، ما عندهمش واحد الفكر على مستوى البعيد بان هذه المنطقه اللي خدمناها فتقدر انها تجيب لنا سياح. زيد على ذلك المشكل ديال التنقل، الطاكسيات اللي كيخلقوا الفوضى، فكنتكلموا على الناس اللي كيحاولوا انهم يستغلوا الاجانب. وهنا كذلك هنا في تركيا هنا الطاكسي اكبر واحد تخاف منه هو الطاكسي، لانه يقدر يشفرك يزيد لك الثمن وانت ما كتفهموش شنو كيقول. فمشاهدي قناة شوف تيفي غادي نوصلوا لنهاية المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.